سويت البامي وانه وحضرت البدوره حضرت المواعين وقاعد افتر من انا من جت الذبايح وان شاء الله سالمين وغانمين احنا وانتم يا المشاهدين. الله يحفظك ابو عباس يعطيكم العافيه ويطول عمركم ويستر عليكم الحسن والله ويعود على الجميع بالخير والسلام. هذا الحكي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هذا الحكي وانا شوي عند متوسطه انا بنت ما كمل ابتدائي والله العظيم. يلا قدم هسه هي لفقه. يلا السلام عليكم اعزائي المشاهدين الكرام. احنا نعتذر عن انقطاعنا عنكم لان بسبب يعني المواكي واجواء محرم والمشاي واليوم مسوين غدا ثواب الامام استشهاد الامام الحسن عليه السلام ابن الامام علي بن ابي طالب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ابو عباس نعم كل سنه تطبخون بالحديقه. اي السنة ما طبختوا السنة. السنة ما طبخنا بالحديقة بسبب يعني حديقة المتواضعة شوية مخضر هنا ماكو مجال. اها. وذن الخلاطي منه خلاطي من النوع الجيد. اها. والله هنا عندك خالد برحي. شوفه. ما شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد. صليت على النبي خالد برحي شوف. خليه على مود الجهاد لا يلعبون به. زين. هاي البامية هاي؟ هاي البامية. عندك هاي الحنه هاي هاي حنه انا مو زيتون حنه هذا اه حلو حنه بس هاي مال البرحي هاي النخله خاصه اسمها السفرجل هذه هاي السفرجل هاي النخله ما شاء الله هاي نادره من عندها ماكو بالعراق قليلات من عندها حلو هاي السفرجل لا هاي الرمانة نروح للطبخ نشوفه؟ هاي اللوبة تفضل للطبخ يلا هاي مال بكا هذا هو؟ ايه عاشتيده ولا ابو عقيل يا مستحق ايه عز الله مفتقدين ابو عقيل ما موجود عظم الله اجرك يا اخي عظم الله اجورنا جميعا باستشهاد الامام الحسن عليه السلام ونعتذر احنا اليوم ابو عقيل ما راح يطلع اليوم عندنا بالمقطع الفيديو ايه عز الله تكفو وتوفى ان شاء الله انت اذا
خطير تحاقة كل سنة هو الطبخ علي أنا عليه الإداريات وهو علي الطبخ. السنة صارت الإداريات والطبخ براسي. ماجورين إن شاء الله ماجورين. عزيز أبو أحمد. أعطيهم عباس. تعالوا نزلوا. أبو أحمد شنو أخبار اللحم؟ هو مستوي صاير خفيف. بس هو حار. خلي عتاد يراضي الضفه ماجورين ان شاء الله ماجورين عزيزو والله جيب له خاشو قاعد خلي اطول وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين 100 مرة اللهم خص أنت أول ظالم باللعلمني والدعيني أولا اللهم لعن يزيد خامسا ولعن عبيد الله بن زياد وابن مرجان وعمر بن الرجيم أورد الذكر بسم الله I'm
افجعني بمصابك احرمني ماجور ابو عباس ماجور Oh, God.